في البداية كانت فيها الكثير من الاحتكاكات ولم نشهد فيها مستوى كبير خاصة في الشوط الأول حكيم، هل توقع ذلك؟ هذا مباريات معقدة يعني، حتى فريق بلعب بس فريق جيد ويفق سطيف ثاني، ما تنساش المرحلة الثانية دي ما زال ما نهزمش، راهو يفوز في سطيف، وكان ثاني نتكلموا الضحية، كان ضحية تحكيم كثير ثاني في سطيف أربع أول ماشي المباراة دي واحد أربع خمس مباريات، المباراة الأخيرة أيضا المباراة الأخيرة في كل مرة، ولكن هذه الكرة أنا قلت لك أنا هذه الضحية كون نجيبوا رؤساء هنا فقط عفوا حكيم، هنا لقطة الطرد ذكريني. لا اللقطة واضحة يعني، شوف الأخضر هو اللي يضرب الأول برجله من تحت والاخر عاود له بزوج رجلين من فوق، يستحقان الطرد الاثنين، والحكم شوف هنا نعاودوها، شوف بن عبد الرحمن شوف هنا رجل، شوف الرجل تاع الاخضر هو اللي ضرب الاول كي كان في الارض، ضربوا بالقدم تاع شوف اشتباك بين اللاعبين للاعبين، الحكم هو الحكم واش شاف الابيض لما ضرب، ولكن كاين المساعد قال له فيه رد قال له فيه الاخر اللي ضرب، الامور واضحه الامور واضحه، واليوم الوفاق يتربع على عرش البطوله يعني فعلا كنا سنتحدث، ولما يكون يعني في المرتبه الاولى صعيب باش نزلوا منها، وراح ما راهمش ينكيسيو لا ميم ديفونس بدي باسك اوكازيون لا ميم ديفونس لا ميم ديفونس بدي لا ميم ديفونس، وكان هو اللي بناها في البدايه، منين يدخل الهدف ثلاث نقاط صعيب باش ترجع له، ثلاث نقاط صعيب باش ترجع له، ثلاث نقاط وشي جاء. يلا هذا هو الهدف الذي سجله الوفاق الصيفي ولم يحتسبه حكم المباراة سكريني، هل كان شرعيا أم لا؟ شوف القانون ماذا يقول، إذا كان الشارس شير لو غارديان بيت الحارس في منطقة خمس أمتر، شوف لما صعد شوف الحارس راح للكرة وين داخل منطقة وزيتي دخل مباشرة في الحارس، قاس الحارس قبل ما يلمس الكرة، شوف كاين حالتين ثلاث حالات، شوف شفت قاس الحارس قبل، كاين حالتين ثلاث حالات، الحالة الأولى إذا سجل الهدف بالرأس قبل لمس الحارس هدف صحيح، إذا لمس الحارس قبل ما يلمس الكرة هدف غير صحيح، وإذا لمس الحارس والكرة في نفس الوقت هدف غير صحيح. وإليكم اللقطة. الأمور إذن واضحة، هذا الهدف الذي لم يحتسبه حكم المباراة، ولكن الوفاق الصيفي القوي العالمي لم يستسلم وبقي يواصل، بقي يبحث عن الهدف وعن ثلاث نقاط نظرا لقيمتها، المباراة كانت بست نقاط، من أنقذهم من سجل الهدف يا حكيم يا سرار؟ هو لاعب دخل بديلا، ولكن الاتحاد بالعباس لم يكن سهل المنال أيضا في هذه المباراة. بعد الملخص سأعترف لك يا حكيم سر بخصوص اتحاد بالعباس، ولكن هذا هو الهدف من ناجي البديل وكوتشيك موفق لي طبعا الوفاق الصيفي، من دون شك سعيد قادر عمراني، هذا النجاح ونجاح ماضي، نجاح الجمهور، نجاح الإدارة، ولكن لا يمكن أن ننسى بأنه فيه لمسة عبد القادر عمراني اللي حضر الفريق في بداية الموسم. الحمد لله واحد اللي غادر الفريق ويسيبه في المرتفع أولى، نظن بلي هذا شيء يشرفني اللي اشتغلت في هذا الفريق. حتى الكل يعترف بأنك قدمت لمسة. نظن بلي هذه هي كرة القدم مكاتيب. ظل مكاتيب، أنا قلتها وعاود قلتها، في بعض الأحيان تخسر نخسر الخدمة وما نخسرش الرجال. لا وحتى لما جانا نتكلموا كثير على مديو، لما جا مديو